وفي لقاء خاص للتلفزيون المصري مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على هامش إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية، حيث أكدت وزيرة التخطيط أن توقيع وثيقة التعاون الثلاثي يعد نموذجا لكيفية الاستغلال الأمثل لموارد الدول الثلاث، مشيرة إلى أنها بداية لانضمام الدول العربية لترسيخ التكامل الاقتصادي ودعم الأمن الغذائي. في إطار الصدمات الخارجية اللي العالم كله بيمر بيها من أزمة كوفيد إلى الأزمة الجيوسياسية، بيبقى مهم جدا عملية التكامل. التكامل قوة، بيدينا قوة يعني تفاوضية وقوة اقتصادية ضخمة، حيث إمكانيات الموجودة كموارد طبيعية، كحجم سوق، كقوة بشرية. فبقدر أن أنا من خلال هذا التكامل أن أنا أقدر أوفر الأمن الغذائي، أوفر مجموعة كبيرة من الموارد اللي أنا كنت بستوردها من الخارج، وبالتالي أقدر أرشد من موارد الدولة من النقد الأجنبي، أقدر استخدام دولة زي مصر كهب في التصدير إلى الخارج. فكل ده الحقيقة يعني مزايا كثيرة جدا جدا بالنسبة لدولنا، وأنا طبعا سعيدة جدا أن مثل هذا الحلم بيتحقق، بيبدأ بالثلاث دول وإن شاء الله ينضم إليه مجموعة أخرى من الدول.